نبدأ من الصين، كيف يعني تنظر الصين لهكذا قرار بعدم الاعتراف أو عدم قبول أن تكون تايوان منفصلة وهي جزء لا يتجزأ من الصين الواحدة؟ هذا قرار كبير من ناورو، وهو ليس قرارا عبثيا. تم التوصل إلى هذا القرار عقب مناقشات كثيرة، ومصير ناورو ومصلحة شعبها. أود الإشارة إلى أن البرلمان في ناورو تم الموافقة على هذا القرار جمعيا، وهذا يتحدث أن حكومة ناورو وشعبها خلف هذا القرار، وهذا سيصب في مصلحة الشعب وناورو. لا أعتقد أن الكثير يعلمون هذا، ولكن قبل اتخاذ هذا القرار الشركة الصينية كان لها وجود في ناورو، وكانوا يساعدون في التواصل بين ناورو والغرب، فكانت علاقة موجودة من قبل، علاقة تجارية. وناورو قررت وأدركت أنها تود أن تأخذ هذه العلاقة إلى مستوى أعلى، وهي خطوة في المسار الصحيح من وجهة نظري، وهي لحظة تاريخية لناورو.